كده لما هقدم دلوقتي الضيف بتاعي في بيت العيله النهارده انكم هتبتسموا ممكن تضحكوا. هقدم لكم دلوقتي الاسطى كريس او المعلم كريس. تخيل انت معلم حقيقي؟ لا مش معلم، بتعلم لسه. لسه بتتعلم؟ اه طبعا. الله، شفت ان كلمه اسطى هو اللي هو بيتقن عمله. اه احنا بقى جايبين اللي هو الاسطى اللي على حق بقى، اللي هو بتاع الماجيك والسحر والسحر بس. لا لا، ما فيش حاجه اسمها سحر، بس هو خدعه. لا الخدعه يعني ايه اللي السحر؟ لا من لهاش دعوه بالسحر والشعوذه والبتاع والجن. لا انا بتكلم على خفه اليد. خفه اليد كويس. صح. احنا جبناه النهارده، انا بعتبره ان هو اكتشاف، مش عارفه انتوا هتعتبروه ايه. هو بالفعل فنان، بالفعل اسطى. ازيك يا اسطى؟ الحمد لله كويس. اسلم عليك واعد صوابعي؟ لا لا خفيش. لا طيب هتعمل لنا ايه بقى؟ هو الاول بس في البدايه يعني الكوتشينه بتبقى كام ورقه؟ لا مش عارف. تعرفيش؟ 52 ورقه. 52 كويس. اه 52 ورقه. لو انت اخترت ورقه منهم من ال 52 يعني اسحبي ورقه، ورقه واحده شوفيها. لا وريها الكاميرا، وريها الكاميرا. اوكي حطيها في اي مكان، في اي مكان. عايزه تلخبطيها؟ اللخبطه. اوكي كده انا معرفش هي كام اصلا. لخبطي جامد اهو، مش شايف. لخبطه. استنى انا بعرف العب كوتشينه على فكره. بلعب اوعى كده شويه. طيب بلعب بصره ايه؟ بقش بالبنت. طيب انا ما اعرفش هو الرقم كان كام. لا ما تعرفش ولا انا نسيت بجد. لا ما نسيتش طبعا. اي فاكره شكله؟ ماشي انا هحاول اطلعه بقى من 52 ورقه. انت لخبطتي. انت انا لخبطت؟ انا اوكي. انا ما اعرفوش. لا انت ما تعرفوش. اوكي انا هحاول اطلعه، هحاول اطلعه من ورا ظهري. ماشي حط كوتشينه كده اهو. انت اللي لخبطتي مش انا. لا هيطلع غلط. لو غلط قولي غلط، لو مش لو صح قولي صح. اوكي لا ما انت ضروري هيطلع غلط. عمال تقول لي انت 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 ما تقوليش حضرتك. حضرتك ايه يا بقلس؟ تعالى يا بقلس. فين بقلس؟ ها هي دي. شفت بقى ازاي ان انت طلعت غلط؟ ايه ده غلط؟ اه بجد؟ بجد والله. طيب طيب خلاص هنتنيها كده. ايوه عشان ما تطلعهاش تاني. طب ده احنا هنعمل فيك عمليه كريس. تعرفي تقطعيها بنفس استني كده. ها تقطعيها بنفس اللاين ده عشان بعد كده تقول لي حضرتك. حضرتك اقطعيها كده. اقطعها كده؟ اه. وريها للكاميرا. ينفع تنفع تتبدل ولا ما ينفعش ترجع سليمه تاني؟ لا ما تنفعش تبقى سليمه تاني. لا هاتيها. اهي. اوكي هاتيها. ماشي ماشي. هاتيها حضرتك. هاتيها حضرتك. اي ما ينفعش ترجع تاني ماشي؟ لا. اي حطها هنا. انت قلتي مش هي دي بجد صح؟ دي تسعة لونها اسود. بالهنا والشفا. مز اهو. في حاجة فوقي؟ لا. امسكيها كده من الطرف كده. ده مطرحه شفافة؟ لا 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 ما حطوش في بوقي لسه. انزلي شوية لتحت. انزلي شوية لتحت. اه. اهي. ايوه. ما فيش حاجة في بوقي ماشي؟ لا. رجعت سليمة؟ وبقت الرقم بتاعك. واو لا 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 انت بتهزر. بيهزر. بص جماله وطلع الشايب فعلا. لا هايل. هو هايل. ايه رايك حضرتك؟ حقيقي تشرفنا يا كريس. تشرفنا. هعمل لها حلو قوي. ثانك يو. يلا اللي بعده بقى. اعمل لك لعبه بالدبله؟ لعبة بالدبل. لعبة بالدبل. طب ركزوا على الدبلة دي. بص هشدها كده. بس طلعت مرة واحدة. اه. سليمة صح؟ سليمة اه. ماشي. في ناس اللي هي ممكن تقول اللي هي خفة يد. بطلعها بسرعة يعني من صباعي. بس أنا كده ربطتها خالص. ينفع تطلع كده تاني؟ شوفيها كده. حاول حاول. حاول حاول. اقطعها لك يعني؟ لا لا لا. خلاص. اي ما ينفعش حتى لو شدتها جامد يعني. اه.
كرواتي. ساخدها؟ الله حلوة جدا طلعها. بس خلي بالك بقى ان دي ممكن تكون مثلا ملزوقة في حاجة، معمولة في حتة. لا لا سليمة سليمة. سليمة ايه؟ خرجتها ازاي ودخلتها ازاي؟ هاتي هاتي الدبلة بتاعتك، هاتي الخاتم بتاعك، اعمل لك حاجة بسرعة. ده خاطم. ايه؟ خاطم. خاتم طيب ماشي. أيوه. خاطم. هترجعوا لي تاني. اوكي. اعملي ايدك كده. لا لا ايدي ايدي. قربي شوية كده. ايوه نيها شوية لتحت. انزلي سنة صغيرة. ايوه مثلا كده لونه ايه؟ فضي. لو انا حطيته هنا ما ينفعش يطلع فوق صح؟ لا ارفع ايدك لفوق جامد. لا أوه. جامد خليها فوق ماشي؟ اهو. هنا في ايه؟ دبلة ولا خاتم؟ هنا في دبلة. طب احطها هنا. خاتم صغير يعني. ماشي ماشي ركزي هنا. اهو. عامل كده؟ هسألك سؤال وانت فوق كده من غير ما تبص في حتة، ينفع يطلع فوق ايديكي؟ لا. راح فين الخاتم يا كريس؟ فوق ايديكي حضرتك. لا لا لا. لا لا لا. لا ازاي دي؟ لا مش معقول. هتعرف تعملها تاني؟ لا خلاص كده؟ اه بس مش تاني مرة واحدة. قلبي افتحي ايديك الاتنين كده. هنحاول هنحاول. اهو امسكه؟ اه ارفع ايدك لفوق. فين العشرة؟ في ايدي؟ هي صعبة قوي يعني. العشرة في ايدي الشمال. العشرة هنا والولد هنا. العشرة هنا؟ اه شوفي شوفي شوفي. اه ماشي قربي ايديك شوية عليا. لو انا حزيت ايدك الاتنين ينفع يبدلوا ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش. انا عد لغاية كام يتبدلوا ولا ما ينفعش اصلا؟ لا ما ينفعش. خالص؟ خالص. لا لا عدهم عدهم. بس اتبدلت ولا لا؟ لا لسه. طب استنى انا مش عارف اوقف كويس. تعال. اي بس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شوفيهم بدلوا صح؟ وريهم للكاميرا وريهم للكاميرا. بص هجيب حاجه من جيبي. ما تبدلوش. ما أنا أقول... لا ما تاخدنيش في يعني ما تبدلوش. ما تبدلوش. اه طب في حاجه ضايعه منك؟ الساعه الساعه يا نهار ابيض يا نهار ابيض الساعه بتاعتي الساعه اللي جايبها لي ابني حبيبي ابني حبيبي نهار ابيض. خلوا بالكم انتوا انتوا قاعدين. لا ده انت فظيع. لا 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 استنى استناني يا كريس استناني يا اسطى. ماشي اهو مستني. استناني يا اسطى مستني. انا دي قافلاها وبقفلها كويس وبحطها باتنين بتاعتها. ازاي فكيتها؟ ما هو متمرن بقى سحر. شويه ميه لو سمحت. طيب مثلا كده الميسي ورا لمسه واحده. استنى لا مش هاخدها تاني. انت لابسها جامد. يلا الميسي ورا واحده لمسه شوفيها ما تقوليش عليها. اشوفها يعني؟ وريها لي الكاميرا كلها وريها لي. لازم تكون فاكره اللون بتاعها وكله ماشي؟ خلاص؟ خلاص. اوكي. مثلا هاتيها. مثلا احطها في نص الكوتشينه كده. من بعيد كده احطها كده. اهي. امسك الكوتشينه. احنا قلنا الكوتشينه فاكره كانت الكوتشينه كانت بتبقى كام ورقه؟ 52. تخيلي كده ان الترابيزه دي او مكان الكوتشينه بالظبط في حفره. لو انا دوست كده ايه اللي هيحصل المفروض لو في حفره؟ لو في حفره هتنزل شويه الكوتشينه هتقع في الحفره. تقع؟ اه. طب هو كده في حفره؟ لا مفيش. طيب الكوتشينه بتبقى فيها 52 ورقه كل رقم ليه اربعه منه او اربعه مختلفين. اربعه مختلفين. المهم اللي هو في اربعه كل من كل أربعة. حاجه انت اخترتي رقم منهم. ايوه فاكيد ليه اربعه. ايوه ايه ركزي في الكوتشينه. مركزه اهو. ماشي تتهز الكوتشينه ماشي. الكوتشينة بتقل ها؟ اه يا نهار ابيض كلها قلت على اربع ورقات.
واحد اثنين ثلاثة أربعة وحيد. لا فيش حاجة. لا هاتلي كرسي مية وكرسي مش قادرة أقف. لا 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 جبار خدع جبار جبار. الساعة 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 والقلب. اوكي هنعمل ايه؟ مية. مية صح؟ مية. هنا ينفع ادلق السن نظارة؟ ايه اتفضل. اوكي انا عايز بس اتاكد لكم ان هي مية عادية. مية عادية. كده ينفع ادلق منها مثلا كده نقفل الغطا؟ نقفل الغطا براحتك. ارفعي ايدك لفوق كده وامسكيها كده. ينفع؟ اوكي. عينك على الساعة انا عارف. لو قفلت لو انت قلبتيها والغطا موجود ايه اللي هيحصل؟ مش هتنزل مية؟ مش قافله مثلا كده اي بايدك الثانيه بايدك الثانيه هتقفلي بق الازازه كده ايوه كده بس من جوه ايديكي بالظبط يعني دخلي ايدك شويه كده كده ينفع ايدك الثانيه تبقى كده جود ممكن نطلع قدام السن صغير ينفع تقلبي الازازه وهي كده من غير ما تقع حاضر كده يس ممكن توطي شويه وطي ثاني لو احنا سيبنا ده ايه اللي هيحصل مية هتقع. اوكي. طب معايا انا مية هتقع؟ مش هتقع. ليه بقى؟ ساحر. ساحر بقى قصد. طيب. يلا عد واحد اثنين ثلاثة هتسيبيها. Trust me. يلا. واحد. يلا. واحد. عدوا. ثلاثة. اثنين. ثلاثة. جو. اسيب ايدي؟ اه. يا نهار ابيض. انزلي شوية تحت، انزلي شوية تحت. مفيش حاجة مسدودة؟ مش مسدودة سليمة بس خلاص تعرف تعمليها؟ لا لا مش معقول حلو قوي عند آخر لعبة قولي لآخر لعبة هقول لك طبعا عشان نعمل حاجة حلوة أنت مدينا بالتقسيط؟ أنا عايزة لعبتين كمان ماشي وبعدين آخر لعبة لا لا آخر لعبة قولي لي أنا أفتكر أنا معايا كتير يعني معاك كتير؟ خير ربنا كتير طب اديني اللعبة دي وبعدين آخر لعبة أوكي دي لمبة وبتاع المشبك بتاع البتاع لمبة والمشبك ينفع تنور؟ ما ينفعش لا ما ينفعش أوكي أحطها هنا أحطها اي احط المشبك هنا اوكي المس ايديا بس براحه المس ايديك دي بس براحه ماشي براحه مش ماليش دعوه بالبتاع دي المسيني جنبها بس عشان يحصل كده جنبها واتش ده على صباحها تنور بس لا لا هتتهز إيه؟ دلوقتي اعمل ايه؟ هتتهز هي من غير ما اعمل كده هتتهز حاضر كده سوري كده ليه كده؟ انت وحش انت اللي كسرتيها مش انا انا اللي كسرت حضرتك انت حضرتك ايه يا جماعه؟ ايه يا حضرتك يا فتى؟ لا لا مش معقول لا بس هنعمل لك لعبة دي اللي انا عايزها تبان هنا اوكي ايه مثلا كده هتلمسي ورقة واحدة ماشي المسيها بس لمسة واحدة انت خايفة صح؟ يلا اهو شوفيها وما تقوليش عليها وريها لهم الله رقم يا حبيبي رقم الأحلى خلاص هتسيبها في النص ولا وريها لي وريها لي ليه؟ لا وريها لنا قدامنا اوريها لك؟ عادي اتفضل ولا يهمني 5 اوكي أي. بنتين ايه لونهم ايه؟ احمر صح؟ لونهم احمر ومخرومين وريني تاني مخرومين بنتين مخرومين اهو ولونهم اسود احمر احمر اوكي احمر 5 هي انت اللي اخترتيها صح؟ اللبس بتاعهم اللبس بتاعهم هي انت اللي اخترتيهم ايوه لا مش اللبس بتاعهم من ورا يعني من ورا من ورا معلش اي احطها بس انا اقول يا سحر ماشي احطها ما بين الورقتين كويس اي خليكي فاكره اللي هي لونها ايه ازرق اللي بتاعتك انت لونها ازرق ايوه اي
من فوق كده. اه ركزي جامد. مركزه. 2 3 دي الرقم بتاعك صح؟ ايوه. 1 2 3 اختفى. راح فين؟ طلع فوق فوق في الكاب. لا في الكاب. لا فاضي. لا 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 انا عايزه لعبه كمان. دي قصه بقى هعملها لك ماشي؟ قصه. يلا. بص بص اهو الاستيك. مهم الاستيك في اللعبه دي. دي اخر واحده. اخر لعبه. اوكي. دي 200 جنيه؟ ممكن تمسك الاستيك كده؟ حاضر. افتحي الاثنين مع بعض. البس لك الاستيك قماشه؟ ايوه اقفلي عليها بس دون. شايفين ال 200 جنيه صح؟ انا عايز اطلع الشخص ده. هقول لك قصه. ايوه ده الكاتب المصري صحيح. كاتب تخيلي ان دوت ممكن تغمضي عينيك يعني، تخيلي معايا جوه. تخيلي دوت ماشي معاكي في الشارع ودخل محل اكسسوارات معاكي وفي حاجه من الاكسسوار ديت اي حاجه هو لفتت نظره فوقعت على الارض، هو جري راح خدها وانت اشتريتها له. تخيلي بقى او انت وظفي اي حاجه من الاكسسوارات هو اللي خدها. اوكي فكرتي؟ فاكره انا فكرت ان انا دخلت اكسسوارات محل واخترت حاجة من الاكسسوارات اللي هو اشتريها، اللي هو هياخدها وهيلبسها، اللي هو هياخدها يلبسها. اخترت الشيء ده. اخترت الشيء ده. اوكي. ينفع هو يقول لي الشيء ده هو كان ايه؟ لا او في ال 50 في ال 200 جنيه. ركزي جامد. اهي. ممكن تقولي ولا اطلع على طول؟ تحب ايه؟ انا عارفه انا اخترت ايه. يعني تحبي انا وهقول لهم انا اخترت ايه؟ يعني نقول لها وانت قول على طول. يعني اعمل على طول؟ ممكن يقولوا لا انت غطيتي عليا لما طلعت غلط. يلا اقول انا الاول. النضاره. ماشي. اي ركزي جامد في عينيه. ماشي عينيه ما فيهاش حاجه. اي هخلع دي. اي ركزي جامد في زوم. بص عينيه هتلاقيها بتلبس نضاره دلوقتي. لا لا فيها نضاره. ده لبس النضاره. واو الله الله. ثبت ايدك بقى، ثبت ايدك. شكرا. لا مش معقول. شكرا. مش معقول حقيقي. شفتوا ازاي كل واحد يعني عايز اقول حاجه بيجتهد قوي في صنعته يبقى قسط حريف. عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول بس ان دوت هو مش سحر ولا هو خدع يعني. سوري هو خدع. هو خدع طبعا. هو مش سحر يعني. انا وانا زمان انا كنت افكر برضو ان الحاجات دي هي سحر وان ابليس بقى هو اللي بيعمل كده ويخش في الحكايه. وانت صغير دي. وانا كنت صغير كنت افكر كده. بس ساعتها ايه اللي حببك؟ انا حببت وطبعا فاكر انت ديفيد كوبرفيلد طبعا. ساعتها دخلت وقعدت اصلي جامد قوي ان الورقه تختفي. ساعتها ما كانتش بتختفي ولا اي حاجه. ساعتها انا قعدت كنت بزعل وبعيط من ربنا ازاي ما بيخليكش اعمل كده، ازاي ما بتختفيش. بس بعد كده بابايا جه في نفس اليوم علمني لعبه، اشترى لعبه. بس هي الفكره ان ربنا هو عايزك انك تطلب منه ازاي تعمل كده مش ازاي هو يعمل لك كده. فساعتها بقى من ساعتها كنت بحاول احط الورقه كده وافضل اعيط كده. حلو الكونسبت ده. يعني بص ربنا دلوقتي. ايوه دلوقتي هو خلاص علمني يعني ازاي اخفيها. أيه؟ وبعدين معاك يا كريس. ايه ده؟ هايل. شكرا. ايه الخدع دي؟ ايه الخدع ده؟ احنا بقينا مخدوعين. احنا بقينا مخدوعين. شكرا. فوكس فوكس فوكس. بص بقى بص بقى القسط الصغنن اللي واقف جنبك ده. مين؟ اتفضل يا سيدي. الدبله دي بتاعتك. ميرسي حضرتك. تشرفنا.
احنا عندنا ميعاد، ميعادنا مع مسرح بيت العيله. هنشوف في المسرحيه